السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن معلومات أساسية ومهمة في اللغة الإنجليزية يجب على متعلمي ومستخدمي اللغة الإنجليزية معرفتها والتمكن منها بشكل صحيح. الكثير من مستخدمي اللغة الإنجليزية يقعون في أخطاء تتعلق بهذا الدرس، يجب الانتباه إليها كثيرا والتدرب عليها. خليك معانا لنهاية الفيديو لأن هناك الكثير من التمارين والملاحظات المهمة، لأنها من أساسيات اللغة الإنجليزية. يجب على متعلم اللغة الإنجليزية يكون متمرس ومتمكن منها بشكل جيد. درسنا عن agreement of subject and verb، يعني الموافقة أو التوافق بين الفاعل والفعل. كما نعلم الجملة الإنجليزية بيكون عندنا subject فاعل، verb فعل، complement تكملة الجملة. في درسنا هذا نتكلم عن التوافق بين الفعل والفاعل. ماذا يعني؟ يعني إذا كان الفاعل مفرد يكون الفعل بصيغة معينة، وإذا كان الفعل جمع أيضا كيف يتغير الفعل. إذن تغير الفاعل يجب أن يتبعه تغير بالفعل. مثلا he eats an apple every day. إذن يأكل تفاحة كل يوم. لاحظ الفاعل هي فاعل مفرد، زمن الجملة المضارع بسيط. عندئذ الفعل يجب أن يتوافق مع الفاعل، نضيف له s، هذا معناته توافق الفعل والفاعل. إذن he eats، هذه اسم المفرد الغائب أو اسم الشخص الثالث نضيفه للفعل في زمن المضارع البسيط. لا نستطيع أن نكتب he eat an apple every day، إذن هذا خطأ. إذن يجب أن يكون توافق بين الفعل والفاعل. بينما إذا كان الفاعل I لا نحتاج للأس، فقط مباشرة أكتب الفعل eat وأكمل الجملة تصبح I eat an apple every day. أيضا هنا يكون توافق بين الفعل والفاعل. لاحظ الجملة الأولى first one، the writer is a man from Italy. إذن الكاتب يكون أو هو رجل من إيطاليا. لاحظ يجب أن نبدأ جملة بحرف كبير capital letter. أيضا إيطالي اسم دولة، يجب أن يكون أيضا حرف كبير. لاحظ the writer هذه بتكون عندنا subject الفاعل، الverb هو is، a man from Italy هي تكملة الجملة. إذا كما قلنا يجب أن يكون توافق بين الفعل والفاعل. الفعل the writer، الكاتب مفرد، عندئذ نستخدم is لا نستخدم are. كما نعلم am تأتي مع I، he she it نستخدم is، we you they نستخدم معها are. أيضا مع المفرد دائما نستخدم is، إذا كان مفرد is، إذا كان أيضا جمع more than one يعني once أيضا نستخدم are، لكن am فقط أستخدمها مع الضمير I. إذا كان هي she it استخدم is، إذا كان مفرد أيضا نستخدم is. لاحظ the writer الكاتب مفرد، عندئذ نستخدم is. Is a man إذن هو رجل من إيطاليا. الجملة الثانية the story tells us the event، تخبرنا القصة الأحداث. أيضا الفعل لاحظ tells، لاحظ ضفنا اس المفرد الغائب، إذن مضارع بسيط، دائما بالمضارع بسيط نضيف الفعل s، نسميه اس المفرد الغائب. لماذا ضفنا s؟ لأنه عندنا القصة مفردة يعني it،
it tells. إذا قلنا هي she it، أو ممكن نقول القصة واحدة مفردة عند إذا نضيف الفعل is. إذا يجب أن يكون توافق بين الفعل والفاعل. The story tells us the events. لاحظ الجملة الأولى. The red cars are nice. يعني السيارات الحمراء تكون جميلة. لاحظ يجب أن يكون توافق بين الفعل والفاعل. لاحظ cars جمع في اس الجمع، عندئذ نستخدم are كما قلنا are مع الجمع. لا صار نقول is the red cars are nice. The people of the city like swimming. يعني أناس المدينة اللي يعيشون في المدينة like swimming يحبون السباحة. لاحظ people جمع، عندئذ لا نضع s للفعل. إذا هناك توافق بين الفعل والفاعل، إذا كان جمع لا نضع s المفرد الغائب. The people of the city like swimming. أيضا ممكن يكون عندنا verb phrase، يعني ليست مضارع بسيط أو ماضي بسيط، بيكون عندنا أزمة أخرى نسمي هذه verb phrase. يعني يكون عندنا فعل مساعد وفعل رئيسي للجملة، أيضا فعل مساعد وفعل رئيسي، إذا مضارع مستمر ومضارع تام. أيضا يجب أن يكون توافق، يكون هناك توافق. The boy is playing football. إذا يلعب الولد كرة القدم. لاحظ الولد مفرد نستخدم بعده is، لا نقول are. The player has gone to the playground. لقد ذهب اللاعب إلى الملعب. أيضا لاحظ الفاعل مفرد استخدمنا بعده has، أيضا بحالة المفرد لا نقول have. The player has. لو كان عندنا the players عندئذ نستخدم have. أيضا لاحظ هذه الجملة computer skills are important. مهارات الحاسوب أو المهارات الحاسوبية are important تكون مهمة. ممكن شخص يظن حاسوب مفرد يستخدم is وهذا خطأ. دائما ننظر للكلمة التي قبل الفعل مباشرة. skills مهارات منتهي بإس الجمع، عندئذ نستخدم فعل الكون are. computer skills are important. إذا هنا توافق بين الفعل والفاعل، الكلمة التي قبله مباشرة. لا ننظر إلى computer، إذا كمبيوتر هنا صفة، بينما ننظر إلى الكلمة اللي قبل الفعل مباشرة جمع، إذا نستخدم فعل كون بحالة الجمع أو يكون الفعل بحالة الجمع أيضا يكون توافق. إذا كان جمع بيكون جمع مفرد ومفرد، لكن الفاعل computer skills سويته. أيضا يجب أن ننتبه عندنا is كما قلنا بحالة المفرد، are بحالة الجمع، أيضا عندنا does ودو، أيضا does مفرد ودو بحالة الجمع أيضا نستخدمها. was where أيضا was مفرد where بحالة الجمع بالماضي. أيضا did تستخدم مع المفرد ومع الجمع. أيضا لدينا have و has، has مع المفرد و have مع الجمع. ممكن نقول he she it يكون بعدها الكلمة منتهية ب s يعني مفرد، مثل عندنا he she it نستخدم is، he she it نستخدم does، he she it نستخدم was، يعني دائما مع المفرد يكون s، he she it نستخدم has. إذا دائما مع المفرد يكون الكلمة فيها s. لاحظ مع الجمع نستخدم are do have did where. إذا بشكل مختصر إذا كان مفرد يكون بعده s للفعل. لاحظ was ب s منتهي ب s، أيضا is أيضا في s، does أيضا s، has في s. إذا كان جمع ما في عندنا s، مثل عندنا where are do did have فقط للتوضيح.
الفقرة التالية لدينا كثير من الأمثلة نوضح من خلالها كيفية استخدام الفعل والتوافق بين الفعل والفاعل. لاحظ الجملة الأولى: Modern families uses the internet in many ways. العائلات المتحضرة modern متحضر uses the internet يستخدمون الانترنت in many ways في عدة طرق. لاحظ use uses أيهم أصح؟ ننظر للكلمة التي قبلها مباشرة families عوائل في أس الجمع، عندئذ نستخدم الفعل إذن use بدون S المفرد الغائب. إذن توافق بين الفعل والفاعل families use، لماذا؟ بالمضارع بسيط لأنه كان عندنا جمع، حتى الجمع لا نستخدم S للفعل. The internet is are a source of information and entertainment. إذن internet هو مصدر source مصدر للمعلومات and entertainment والتسلية. لاحظ internet الانترنت مفرد ما في S، عندئذ نستخدم is لا نقول are. إذن is مفرد أيضا يكون عندنا، لماذا؟ لأنه عندنا إنترنت مفرد. The online work presents many risks. إذن يقدم عالم الإنترنت مخاطر عديدة. لاحظ كلمة work إذن عالم مفرد، عندئذ نستخدم S للفعل، S المفرد الغائب. The online work presents إذن نستخدم S للفعل، يكون توافق بين الفعل والفاعل، الفعل مفرد عندئذ نضيف S المفرد الغائب. Many parents talks to their children about internet safety. يتحدث العديد من الآباء لأولادهم، أو يحدث العديد من الآباء لأولادهم عن الأمان في الإنترنت أو الإنترنت الآمن. لاحظ parents جمع في S الجمع، عندئذ لا نستخدم S المفرد الغائب، نستخدم الفعل بدون S. Many parents talk. Children is are not the only one at risk. لا يكون الأولاد فقط المعرضين للخطر أو الوحيدين المعرضين للخطر. لاحظ children جمع، عندئذ نستخدم are حالة الجمع. إذا توافق بين الفعل والفاعل. Adults has problems with dishonest people online too. يتعرض البالغين adults بالغين لمشاكل مع dishonest people الناس المخادعين أو الماكرين على الإنترنت أيضا. لاحظ adults البالغين في اس الجمع، عندئذ نستخدم الفعل بالمفرد، لا نقول has. لماذا؟ إذا كان في S الجمع نستخدم الفعل بدون S، نستخدم have. لا نقول يملك البالغين مشاكل، إذا للبالغين أو يتعرض البالغين ل أو الراشدين للناس الماكرين على الإنترنت. My grandparents are having several problems. لأجدادي العديد من المشاكل، أو لديهم العديد من المشاكل. لاحظ my grandparents is or are. لاحظ grandparents في اس الجمع، عندئذ نستخدم are. إذن يتعرض أجدادي العديد من المشاكل، هنا نستخدم are. لماذا؟ لأن أجدادي جمع. They does not realize the risk of the internet.
لاحظ ذي جمع عندما نستخدم do. Don't realize لا يدركون the risk خطر الانترنت. You need to keep your personal information private. يعني تحتاج لأن تحافظ على معلوماتك الشخصية خاصة. Private خاص. إذا لاحظ you فاعل. عندئذ نستخدم الفعل need. لا نستخدم needs. I have has read a book about computer crime. لقد قرأت كتاب عن الجريمة الحاسوبية. لاحظ I نستخدم معها have. إذن يجب أن يكون توافق بين الفعل والفاعل. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم. تكلمنا فيه عن التوافق بين الفعل والفاعل. يجب أن يكون هناك توافق بين استخدام الفعل والفاعل إذا كان مفرد أو إذا كان جمع. أتمنى أن قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.